إلى دير البلح وسط قطاع غزة، تنضم إلينا الصحفية خولة الخالدي. خولة، ما الجديد لديك؟ نعم، الجديد هو وصول عدد من الإصابات منذ قليل بعد إطلاق النار عليهم بشكل مباشر من قبل الجنود الإسرائيليين المتمركزين على شارع صلاح الدين. يبدو أنها عائلات فلسطينية كانت قادمة استطاعت الوصول إلى شارع صلاح الدين من أجل النزوح إلى المناطق الجنوبية، وفعليا بعد الوصول إلى الجانب أو إلى الكونتينر الذي وضعته إسرائيل في تلك المنطقة وهو الذي يشبه المصيدة، قام الجنود الإسرائيليين وبعد التحقيق مع جزء منهم بإطلاق النار عليهم مباشرة وأمام عائلاتهم، مما أسفر عن إصابة أكثر من 6 أشخاص في تلك المنطقة. تم نقلهم منذ قليل عبر سيارات مدنية إلى مستشفى الشهداء الأقصى، فيما يبدو أن حالتهم متوسطة بعض الشيء. بعضهم تم إطلاق النار على أقدامهم في المناطق السفلية، بالتالي الآن تتعامل الطواقم الطبية مع هذه الإصابات بشكل واضح. هذا عدا عن الغارات الإسرائيلية التي تتمركز حتى هذه الأثناء في المناطق الجنوبية في منطقة خان يونس تحديدا، وأيضا في مناطق الشمال، مع التركيز في بعض الأحيان على المناطق الوسطى وتحديدا مخيم النصيرات والذي يشهد تصعيد واضح من قبل الجانب الإسرائيلي في الغارات الإسرائيلية التي تتجدد على ذات المناطق التي تم استهدافها سابقا. الآن منزل جديد تم استهدافه منذ قليل لأحد العائلات الفلسطينية في منطقة غرب النصيرات، بالإضافة إلى عدد من الغارات الإسرائيلية التي تشن في هذه الأثناء على مناطق شمال قطاع غزة وبشكل مكثف للغاية، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية في منطقة خان يونس في المناطق الشرقية تحديدا في القرارة وبني سهيلة. هذه المناطق تشهد تكثيف شديد جدا للغارات الإسرائيلية، ومع تمركز للآليات والدبابات العسكرية على مقربة من الخط الشرقي لمدينة خان يونس، بالإضافة إلى الحديث عن اشتباكات عنيفة تدور في تلك المنطقة بشكل واضح. ذلك المكان هو تحديدا منطقة محور إسرائيلي تحاول إسرائيل الدخول من، أو محور فلسطيني تحاول إسرائيل الدخول منه إلى عمق المناطق الجنوبية بشكل واضح، ويبدو أن هناك إصرار على الدخول إلى تلك المنطقة فيما يبدو أنها استكمالا للعملية العسكرية التي تجري الآن في مناطق شمال غزة ومناطق محافظة غزة. يأتي هذا المحور كإضافة جديدة إلى العملية العسكرية البرية التي تحاول إسرائيل السيطرة فيها على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية داخل قطاع غزة، في محاولة للوصول إلى معلومات قد تساهم في الوصول إلى الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة، بعد محاولة وحصار شديد لمستشفى الشفاء والذي كانت ترجو إسرائيل من خلاله الوصول إلى أي معلومة أمنية قد توصلهم إلى الأسرى الإسرائيليين داخل القطاع. ولكن بعد يومين من الحصار أو بعد يوم واحد من الحصار أعلنت إسرائيل فشلها الاستراتيجي في الوصول إلى هذه المعلومات، ولكن مع ذلك هي تطبق حصارها على مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى محاصرتها لأكثر من 9000 شخص من ضمنهم الكوادر الطبية الذين يقدر عددهم ب 1500، بالإضافة إلى المرضى والمصابين والأطفال الخدج والنازحين الذين يتواجدون في الأقسام المختلفة لمجمع الشفاء الطبي، ومع تعرضهم لكافة أنواع التعذيب النفسي، للحبس داخل الأقسام، منعهم من الخروج بشكل واضح، منع الغذاء والماء، الاحتياجات الضرورية واليومية للنساء والأطفال وكبار السن، الاحتياجات الطبية أيضا، كل ذلك متوقف بشكل واضح مع حصار كامل وإطباق من قبل الجنود الإسرائيليين الذين يتمركزوا داخل باحات مستشفى الشفاء، مع يعني ملاحقة دائمة ومع إطلاق النار المستمر من داخل المستشفى على كافة الأقسام المختلفة ومنع الخروج بشكل واضح، بالإضافة أيضا إلى الغارات الإسرائيلية التي تتمركز في مناطق الشمال والتي كان آخرها مقبرة الفالوجة في تلك المنطقة، وعدد آخر من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل ومحيط منازل المواطنين في منطقة جباليا تحديدا، بالإضافة إلى قصف عنيف في المناطق الشرقية لمدينة غزة والتي تشهد فيها منطقة جباليا، منطقة الشجاعية، الزيتون، حي الدرج، الزرقاء، أيضا عدد من هذه الغارات الإسرائيلية التي تنوعت ما بين القذائف الإسرائيلية العشوائية من قبل الآليات والدبابات المتمركزة على الخط الشرقي أو من قبل الطيران الحرب الإسرائيلي الذي يجوب أجواء قطاع غزة بالكامل. بالتالي هناك ارتفاع واضح في أعداد الإصابات والضحايا، ولكن حتى هذه اللحظة الإحصائيات في مدينة غزة وشمال غزة أيضا هي مفقودة بالكامل نتيجة لتوقف الاتصالات وتوقف شبكات الإنترنت، ولأنه حتى الآن يعملون على انتشال الجثث من تحت كل هذه الأنقاض في كل هذه المناطق التي قصفت. نبقى دائما في متابعة معك، شكرا جزيلا لك الصحفية خولة الخالدي، كنت معنا من دير البلح.